أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الإخبارية المستمرة مع حضراتكم، خصصناها لمتابعة كل وآخر التطورات حول العالم. ستكون البداية من ملف الأزمة الاقتصادية العالمية. أوضح صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد أوروبا يواجه مخاطر متعددة مع تراجع وتيرة النمو. هذا وتوقع صندوق النقد وصول معدل التضخم إلى 5.6% في المتوسط بالدول المتقدمة في القارة الأوروبية خلال العام الحالي و11.7% في الاقتصادات الصاعدة. تحذير شديد بشأن آفاق الاقتصاد الأوروبي أطلقه صندوق النقد الدولي الذي أكد أنه يواجه مخاطر متعددة مع تراجع وتيرة النمو. ورغم أن اقتصاد أوروبا تجنب الركود خلال الشتاء الحالي وأظهر مرونة، إلا أنه وفقا للصندوق يواجه الآن تحديا ثلاثيا يتمثل في القضاء على التضخم المرتفع والحفاظ على الانتعاش وحماية الاستقرار المالي. التضخم وإن كان يبدي بعض علامات التحسن، إلا أنه وفقا للصندوق ما زال مرتفعا وسجل أكثر من 10% في أغلب الاقتصادات الأوروبية الصاعدة وبعض الاقتصادات المتقدمة، بينما تعرض القطاع المصرفي والاستقرار المالي ككل للاختبار خلال الأسابيع الأخيرة، مما أثار الغموض حول آفاق النمو الاقتصادي لأوروبا على المدى القريب. ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد الدول الصناعية في أوروبا بنسبة 7% خلال العام الحالي مقابل 3.6% خلال العام الماضي و 1.4% خلال العام المقبل، مشيرا إلى مخاطر نقص العمالة وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة المشكلة الجيوسياسية، وهو ما يمكن أن يعرقل النمو ويرفع معدل التضخم. ويرى الصندوق أن الفشل في احتواء مخاطر الاستقرار المالي يمكن أن يؤدي إلى أزمة وتراجع معدل النمو، داعيا إلى التعامل بجدية مع الفوضى التي تعرض لها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا مؤخرا، على خلفية انهيار عدة بنوك أمريكية وتعثر بنك سويسري. أعلن وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو فراتين أن بلاده خفضت حصة امدادات الغاز الروسي إلى 10%. أكد أيضا تغلب إيطاليا على اعتمادها على روسيا من خلال زيادة واردات الغاز من الشرق عبر خط أنابيب الغاز عبر البحر الأدرياتيكي ومن القارة الإفريقية. هذا وحضرت بولندا استيراد الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من أوكرانيا. قال رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي، قال إن بلاده ستظل حليفة لأوكرانيا بدون أي تغيير، ورأى أيضا أنه يجب حماية مصالح المواطنين، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون من مصلحة الحكومة في كييف أن تواجه بولندا بالأزمة. أفاد بنك التصدير والاستيراد الصيني بأنه قدم قروضا بلغت 300 مليار يوان، أي ما يقدر ب 43 مليار و 730 مليون دولار للصناعات التحويلية في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري. أوضح أن القروض المستحقة للبنك لقطاع الصناعات التحويلية بلغت نحو 1.9 تريليون يوان بحلول نهاية مارس الماضي، تتضمن 1.62 تريليون يوان من القروض متوسطة وطويلة الأجل. يلتقي وزير المالية الكوري الجنوبي تشا كيونغ مع نظيرها الياباني تشوا زينكو الشهر المقبل
ليصبح الاجتماع الأول ما بين وزيري مالية الجارتين منذ ما يقرب من 7 سنوات. قال وزير المالية الكوري الجنوبي إن بلاده تحتاج إلى بدء مشاورات على مستوى العمل في كل قطاع. أشار أيضا إلى أن هناك حاجة لتوسيع علاقات التعاون مع وزارتي المالية اليابانية في الاقتصاد والمالية. أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها الدول المنتجة في أوبك بلس قد تزيد من عجز المعروض النفطي وتؤخر تعافي الاقتصاد العالمي. من جانبها توقعت منظمة أوبك بلس أن يرتفع الطلب العالمي خلال هذا العام. مؤشرات متباينة قدمتها منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك ووكالة الطاقة الدولية بشأن مستقبل الأسعار في الفترة المقبلة. تقرير وكالة الطاقة الدولية الشهري أشار إلى أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها الدول المنتجة في أوبك بلس قد تزيد من عجز المعروض النفطي وتؤخر تعافي الاقتصاد العالمي وتضر بالمستهلكين. وتوقعت الوكالة انخفاضا في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400,000 برميل يوميا بحلول نهاية العام، مشيرة إلى زيادة متوقعة في الانتاج قدرها 1,000,000 برميل يوميا من خارج أوبك بلس بدءا من مارس مقابل 1,400,000 برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة. من جانبها توقعت منظمة أوبك أن يرتفع الطلب العالمي على الخام بنحو 1,200,000 برميل يوميا في 2023 إلى 101,770,000 برميل، مع إشارتها إلى أن تخفيف سياسة صفر كوفيد في الصين من شأنه أن يوفر بعض الدعم الصعودي للأسعار. وبرأي المحللين فإن هناك 3 عوامل أساسية ستحدد أسعار النفط في 2023. أولها مدى انفتاح الصين وعودتها إلى الإنتاج بعد خروجها من سياسة صفر كوفيد. ثانيها حجم انكماش الاقتصاد العالمي ومدى تأثيره على مستوى الطلب. بينما يتمثل العامل الثالث في ارتفاع الطلب على إنتاج الكهرباء في العالم. بلغت صادرات النفط الروسية في مارس أعلى مستوى لها منذ أبريل لعام 2020 على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو. المزيد في هذا التقرير. رغم العقوبات القاسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على روسيا، ارتفع إجمالي شحنات النفط الروسي في مارس الماضي بمقدار 600,000 برميل يوميا ليبلغ 8,100,000 برميل يوميا. ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بلغت صادرات النفط الروسي في مارس أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020 على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، لكن عائداتها تراجعت عما كانت عليه قبل عام. ويشمل ذلك المنتجات النفطية المكررة التي ارتفعت بمقدار 450,000 برميل لتبلغ 3,100,000 برميل يوميا. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الأخير إن عائدات روسيا ارتفعت الشهر الماضي بمقدار 1,000,000,000 دولار لتصل إلى 12,700,000,000 دولار، لكنها بقيت مع ذلك أقل بنسبة 43% عن العام الماضي. وعلى الرغم من العقوبات الدولية التي تستهدف نفطها، أعادت روسيا توجيه صادراتها من المحروقات إلى دول أخرى مثل الهند. وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن روسيا كانت أكبر مورد للنفط الخام للهند في فبراير للشهر الثامن على التوالي، وبلغت حصتها نحو 38%. والآن مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه التغطية الإخبارية على شاشة أكشن نيوز. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. الآن ننتقل من ملف الأزمة الاقتصادية العالمية إلى ملف الكوارث الطبيعية.
أعنى الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاية إنديانا منطقة كارثة كبرى بعد أن ضربتها الأعاصير والعواصف الشديدة في الفترة من 31 من مارس الماضي وحتى الأول من أبريل الحالي، فيما أمر بتوجيه مساعدات فيدرالية لمواجهة تداعياتها بالمناطق المتضررة ومساعدة الولاية على التعافي. ذكر البيت الأبيض أن إجراء جو بايدن يتيح تمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين، مضيفا أن المساعدات تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل، وتشمل قروضا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات. هذا بالإضافة إلى برامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الأعاصير والعواصف. حدد وزراء البيئة والمناخ في مجموعة السبع هدفا جديدا يتمثل بإنهاء أي تلوث بلاستيكي جديد في بلدانهم بحلول عام 2040، كما تعهدوا بالتخلص تدريجي من الوقود الأحفوري، وذلك بعد محادثات استمرت لمدة يومين في مدينة سابورو اليابانية. نتابع. خطوة غير مسبوقة اتفق عليها وزراء البيئة والمناخ في مجموعة السبع لمواجهة مسببات التلوث بعد محادثات استمرت ليومين في مدينة سابورو اليابانية. بيان وزراء البيئة والمناخ في الدول الصناعية السبع الكبرى أعلنوا إنهاء أي تلوث بلاستيكي جديد في بلدانهم في أقل من عقدين، مع طموح خفض أي تلوث إضافي إلى الصفر بحلول عام 2040، لتصبح المرة الأولى التي يحدد فيها أعضاء مجموعة السبع موعدا رسميا. وفي مؤشر إلى مفاوضاتها الصعبة، لم تتمكن المجموعة من التوصل إلى موعد محدد للتخلي عن الفحم في توليد الكهرباء، بينما اقترحت بريطانيا تدعمها فرنسا مهلة تنتهي في 2030. وسعى نادي الدول الصناعية الكبرى إلى إظهار وحدة وإرادة لمواجهة تغيرات المناخ بعد التقرير الأخير المثير للقلق للمجموعة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والذي نشر في مارس. وقال التقرير إن حرارة الأرض سترتفع درجة ونصف عما كانت عليه في عصر ما قبل الصناعة اعتبارا من 2030 وحتى 2035 بسبب الاحترار الناجم عن النشاط البشري، وهذا يعرض للخطر هدف اتفاقية باريس الموقعة في 2015 للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى هذا المستوى أو على الأقل أدنى من درجتين مئويتين. استطاعت السلطات الصينية السيطرة على حريق غابات في مقاطعة يونان جنوب غربي البلاد بعدما قامت بإجلاء نحو 1000 شخص. شارك في جهود الإطفاء أكثر من 4000 شخص بمساعدة 280 سيارة إطفاء وثلاث مروحيات. اندلع حريق غابات في بلدة بحي جيانغ تشوان وامتد إلى المناطق المجاورة، بينما أصدرت خدمة الأرصاد الجوية في مقاطعة يونان أول إنذار باللون الأحمر ضد حرائق الغابات هذا العام، متوقعة أن يسود طقس حار وجاف في سبع مدن وولايات خلال الأيام الخمسة المقبلة. تنفذ ألمانيا الوعد الذي قطعته على نفسها بإغلاق آخر ثلاث مفاعلات نووية لديها في ختام عملية ليتخلي عن الطاقة الذرية، بدأت منذ فترة طويلة على الرغم من الجدل الذي يثيره هذا القرار. بعد عقود من استخدامها للطاقة النووية، تطوي ألمانيا تلك الصفحة مع توقف العمل في آخر ثلاثة مفاعلات، حيث تعول الدولة الرائدة اقتصادياً في أوروبا على إنجاح انتقالها البيئي من دون الاعتماد على الطاقة الذرية. وبإغلاق المفاعلات الثلاث المتبقية، تنهي برلين برنامجاً استمر ستة عقود نتج عنه واحدة من أقوى حركات الاحتجاج في أوروبا، لكنه شهد تعجيلاً قصيراً بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. على ضفاف نهر نيكار على مقربة من مدينة شتوتغارت في جنوب ألمانيا، أصبح البخار الأبيض المنبعث من محطة بادن فورتنبرغ للطاقة النووية مجرد ذكرى. الأمر نفسه سار على مجمعي إيسارتو بمنطقة بافاريا شرق البلاد وإيمشلاند شمالاً في الطرف الآخر من ألمانيا قرب الحدود الهولندية.
جاء ذلك في سياق قرار برلين التخلص التدريجي من الطاقة النووية المتخذ عام 2002، والذي سرعته أنجلا ميركل في عام 2011 بعد كارثة فوكوشيما في اليابان. لكن العملية الروسية في أوكرانيا دفعت لإعادة نظر شاملة في الموضوع، فمع حرمان ألمانيا من الغاز الروسي وجدت برلين نفسها معرضة لأحلك السيناريوهات، من خطر إغلاق مصانعها إلى خطر الحرمان من التدفئة في عز الشتاء. ويزداد التعقيد بشأن تلك القضية في ظل هدف إغلاق جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في ألمانيا بحلول عام 2038، مع إغلاق نسبة كبيرة منها بحلول عام 2030، حيث لا يزال الفحم يمثل ثلث إنتاج الكهرباء في أكبر اقتصاد بأوروبا بزيادة قدرها 8% العام الماضي لتعويض غياب الغاز الروسي. والآن ننتقل لملف المبادرة الرئاسية والمشروع القومي حياة كريمة. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها الكبيرة لتحسين وجه الحياة في الأماكن والقرى الأكثر احتياجاً، من خلال عمل وجهود كبيرة يبذلها مسؤولو ومنفذو مشروعات حياة كريمة في المحافظات المختلفة، بخلاف الخدمات المتنوعة المقدمة لأهالي قرى المشروع القومي العملاق لتنمية وتطوير الريف الذي أطلقه السيد الرئيس السيسي من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى الريف. جاءت توجيهات السيد الرئيس بتنفيذ مشروع لتطوير قرى الريف المصري، والذي يهدف إلى تغيير متكامل وشامل لكافة التفاصيل لكل قرى الريف المصري، والذي تم حصرها ب4741 قرية وتوابعها من أجل إحداث تغيير جذري في حياة ما يقرب من 58 مليون مواطن في 26 محافظة. هذا وبالتناغم ما بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، بدأت المرحلة الأولى لتطوير 1500 قرية وتوابعها في حوالي 52 مركز، ليشمل التطوير كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات والنواحي المعاشية والاجتماعية والصحية. يتم تنفيذ مشروع حياة كريمة على 3 مراحل، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجاً وفقاً لمعايير من بينها ضعف الخدمات الأساسية والمرافق، مثل شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات وتوافر المدارس وغيرها. هذا بالإضافة للافتقار إلى معايير جودة الحياة، مثل انخفاض نسب التعليم وزيادة معدلات الأمية وغيرها. يعد مشروع حياة كريمة أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، يأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تطوير كل جوانب وتفاصيل الحياة في الريف وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين. المزيد في هذا العرض.
وبهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الإخبارية. كنت معكم أنا دانا متحت على مدار هذه الساعة. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى الملتقى بإذن الله. أنا إنسان عايش أحلامه وما فيش حاجة تقف قدامه، مش شايف أنا في الدنيا دي قدي، واخد كل حياتي تحدي. أنا قلبي كتير من قبل ما يمشي كان بيطير. إن الأحلام لا تسقط بالتقادم، فاليوم أؤكد لكم إن الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل. وعشان أنا واحد من ملايين أحلام عمرنا تعيش لسنين، هنشق طريقنا مع بعضينا، لمتنا هي اللي تحمينا. طول ما في حد في كتفي ساندني، طول ما في ناس همها تسعدني، أنا عمري ما خاف واستسلم عمري. قوتي ناس بتأمن ظهري، أنا مصري طبعا.